اخويا السلام عليكم، كي داير؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان. انا دابا جيت هنايا داك في المترو، انا شفت واحد الدري جالس دابا لهيه في هذيك الجهه الاخرى، جالس مع الكنترول ديالها، مع الكنترول ديال المترو، وما خرجوه برا لهيه. وانا يلا باش ندور لهيه، وانا نلقى البوليس راه جاو عندي تما مسخوط، ما قطعش الورقه وما عندوش الورق، ما عنده والو. انا قلت له انا نخلص يعني، ما خليني خليه دابا. جا جيت معطل، جاو البوليس، ما كنت قلت جيتو قبيله. قلت له انا راه كنصحابني غير، واش كتهضروا معايا يعني غير عادي هكا كتعرفوه ولا؟ قال لي لا، قال لي راه دخل وما عندوش الورقه انايا. هذا الشيء اللي كاين مسكين، راه داو صافي. انا قلت له انا نخلص، قال لي لا صافي. البوليس جاو، هذاك البوليس قال لي واش كتعرفوه؟ قلت له انا ما كنعرفوش، لانه هو انا كركاع. ما قال لي راه ما عطينيش ورقه، قال لي ما عنديش. هذا الشيء اللي كاين الاخوان، اللهم بارك. الدواء مسكين، هو دابا جابها في راسه. المهم الاخوان اللي جا هنايا، ما هادشي ديال المترو ولا باش ما تسلات ولا شي حاجه يعني، غير يشدوك يشدوك يعني. وبالاخص الا ما عندكش الوراق، ما قطع الورقه ديالك، ورو 50 ولا ورو 60 ولا ورو 80، الا كاع ما عندكش الفلوس باش تقطع، جلس حدا الباب تما. الا شفت شي مغربي جاي ولا شي واحد، غتقول له اعطيني قطع لي الورقه، غادي يقطع لك يعني. الدنيا يعني الناس راه كيتعاونوا هنايا، هادشي اللي كاين. المهم بلاتي انا نشوف على الله واش ممكن باقي نطلع هنايا، واش نلقاهم هنايا. راه داو عليه مسكين، والله الا بقى فيا. باش نطلع نشوف واش لا، واش باقي الفوق هنايا ولا عاود شلقوا ولا مازال. يعني الا اللي جا واحد ما عندوش مثلا، يجي حتى لهنايا يوقف هنايا بلا ما تهرى يعني، الا حل شي واحد تقدر تدخل، ولكن ما تعرفش معاه من تلقاو بلا خاص. الا ما عندكش الوراق ما تغامرش، لان على والو دابا على اورو ولا شي حاجه وتصدق نتايا، وتصدق نتايا خسرتي كلشي. ولكن نفتح الباب نشوف واش ممكن، واش مازال العضله ديال القهوه من هي ولا لا. المهم هذا كدا ولقى هنا كيتفتح الباب. الدواء الدواء مسكين، لا والو، الدواء صافي يا مان يا مان. انا في المترو الاخوان مع واحد ما يحرقش، علاش؟ لان يعني كتغامر ريزيكو. بحال مثلا جيتي ما عندكش فلوس ولا شي حاجه، ولا ما عندك باش تقطع مثلا، ولا مثلا يعني ما عندكش الوراق ولا شي حاجه، جلس غير هنايا. المغربي اللي جا قول قطع لي ورقه، يقطع لك الورقه ديال ساعه ولا ساعه ونص ولا ساعتين، وتمشي بها يعني، وتمشي بها فيما بغيتي يعني. الدنيا هانيه يعني، اورو 50 ولا جوج اورو ما شي حاجه زعما اللي غادي. بزاف ديال الدراري كيجربها، واحد المره كتصدق له ولا مره جوج، وفي الاخر وفي الاخر يعني واحد المره يتلاقى معاهم صافي. تلاقيت مع شي منحوس، ولكن شي واحد فيهم العنصريه والله ما يتزقل معاك. هذا الجو صافي، الدواء مسكين يا مر. الله يلا بقى فيا مسكين عادي يلا. انا هذاك البوليسي قلت له عمال انا نخلص، قال لي واخا انت غادي تخلص، قول له اعطينا، قول له اعطينا هاهم، قول له اعطينا، اعطينا الورق. علاش ما بغاش يعطينا الورق؟ زعما هو راه هذا مخبي بشي حاجه يعني، هو ما عارفش بلي راه ما عندوش الورق. هادشي اللي كاين. المهم مسكين راه جابها في راسو.
يلا. قال لي هذا كنت جيتو قبيله قبل ما يجيو، قال لك زعما كنت جيتو قبيله قبل ما يجيو البوليس تقدر تخلص انت ونتلقاو حنا ماشي شغلنا. قال لك صافي دابا جاو البوليس، ما جاو البوليس ما صافي البوليس غادي يديوه، غادي يديوه مسكين على الله وصافي، يمكن يديوه يحقوا معاه هذاك الشيء، ولكن راه سرق يعني بحال واش يطلقوه، لان يعني يقدروا يطلقوك الا مثلا شدوك غير هكاك، ولا اما لا السرقه يعني راه صافي السرقه ما يقدرش ما يتعاطفوش معاك. هادشي اللي كان عليه خويا. المهم المترو ديالهم مصردم تحت الارض 13 تحت الارض، يعني المترو المدينه تحت المدينه. المهم الاخوان انا عاود نكرر، يعني الواحد ما عمرو يبقى يجرب يسرق هادشي ديال التران ولا ديال المترو، ولا راه يعني تفلت واحد المره جوج ثانيه تيشدو، يعني الا تشديتي يعني كارثه صافي، يعني راه ما وبزاف هادوك الناس اللي كيخدموا في هادشي ديال الكونترول ديال التران والمتروات غير منحس، راه شي هادوك دوك الناس القدامين اللي عندهم واحد العقليه في الشكل كاع ما يتعاطفش معاك، يعني ما يعني الواحد ما يبقاش يغامر بهداك الشيء ديال ما يبقاش يغامر بهداك الشيء ديال نسرق التران ولا نسرق المترو ولا نسرقو، بالاخص الا ما عندكش الوراق، الا ما عندك الوراق ما تبقاش تغامر، لان بزاف ديال الدراري دابا كيسحب واش كيلعب ولا كيدخل لشحن تكبير وكيهز شي حاجه صغيره يديرها في جيبه ولا كيسحب واش ما واش زعما ما غاديش يشدوه ولا شي حاجه، يعني داكشي ما يصلحش هنا صافي، يعني ما عندكش الوراق صافي دير اللازم صافي، ما عندكش ما يطلعش، وراه الا مشيتي جلستي حدا الباب تما جا شي واحد اللي قلتيها له غير تشوفه عربي قول له قطع لي الورقه يقطع لك جوج الاورو ولا ثلاثه الاورو ولا اربعه الاورو يقطع لك حتى ثلاثه الساعات ولا ساعتين ولا كاع ديال النهار كاع وتمشي بها كيما بغيتي. المهم راه الميتور الجديد راه الله يصوبوه هذا العام، هذا تصوب يعني عام فاش صوبوه يعني شفت تبارك الله اش داروا ليه هنايا تحت الارض، راه مدينه هذا راه يلاه عام دابا باش فتحوا هذا، يعني عام ديال الخدمه اللي خدموا فيه ولا عام ونص ولا هكا وصوبوه دابا، يعني دوزوه كله تحت امستردام هذا، اللهم بارك وزيد في ذلك. المهم هادشي ديالهم راه في محلو. يعني ارخص حاجه كاع هنايا في هاد البلاد هي هادشي ديال الترينات والطوبيسات، يعني ماشي شي حاجه غاليه، يعني الا بغيتي حتى دير كاع الورقه ديال الشهر يعني باش كلشي كل تركب في اي طوبيس في امستردام وتركب في سميتو في الطوبيس ولا في المترو ولا في الترام ولا يعني 80 الاورو 80 الاورو في الشهر كامل وانت سير فيما بغيتو، بالاخص واحد مثلا الا مثلا ما يلاه جانا باقي ما كيعرفو له يدير هذيك الورقه ديال 80 الاورو، يعني يبقى يمشي فيها فيما بغى منها بعدا يبقى يعرف منها يبقى يعرف بعدا البلايص وغادي. المهم هولندا ما غاديش تلف، راه طلع في الطوبيس حتى لفان ورجع في الطوبيس الاخر، الا قعدت لفتي سول الشوفور راه غادي يديك هو الطوبيس الاخر اللي كيدير البلاصه اللي بغيت. هادشي اللي كاين الاخوان هنا. والله الا بقى في هذا الدري بالله صاحبي مسكين كيترعد، واقيلا يلاه جا حتى الهضره ما خلاونيش نهضر معاه. مال تو تان دمات انا نتسنى المترو يجي عافية نرجع بحالي. دابا غادي يجي على ها هو جاي. المهم الاخوان نعاود نكرر، ما باقيش تغامروا الدراري اللي ما عندهمش الورق هنايا، ما باقيش تغامروا تدخلوا الا ما عندكش الورقه، يعني تقدر الا كاع عندك الورق ماشي مشكل اش ديك يقيدوا لك بروس المترو جاي.
حنا طلعنا في المترو، اللهم بارك وزدنا في ذلك. انا مشي حتى ليه، نمشي حتى ليه، وغادي نزد المترو الاخر ونرجع. مع المترو غادي تبارك الله. هادو امان الناس القيمة صح، يعني المترو راه النهار كامل دابا هو خدام، تشوفها ما يوسخو الارض ما والو. وهاد البلاصة هي داروها، البلاصة داروها الناس المعوقين، ها هما حتى واحد ما يجلس فيها، يعني الناس منظمين صح النظام. دابا هاد البلاصة هادي فين داز هاد المترو هذا، يعني راه تحت البحر، يعني راه الما فوق منا دابا هنايا. وكيفاش داروا ليها هادو الله اعلم، يعني ما هادو كيخدموا يعني على الخدمة. انا راه كاين البطوط الكبارين كيدوزو فوق منا دابا، والمترو دايز تحت منهم. اللهم بارك وزدنا في ذلك. مع المترو ديالهم انا رايك باللور كامل الى سنين. هذا راه فيه هذا المترو طويل، يلا نحلو. احنا عوضنا الشتا كتصب هنايا، اللهم بارك وزيد في ذلك. ونقص علينا شويه ديال البرد، راه قتلنا البرد هنايا والله الا الاخوان بقى فيا هذاك الدري بالله. يعني كون عرفتو قبيله ملي شفتو كيهضر مع هذوك، غادي نمشي نهضر مع هذوك الكونترول، يعني انا نخلص في بلاصتو. ولكن مسكين انا غادي نمشي نطلع في المترو الاخر. هاهي هذيك، يلا الاخوان اللي ما الدراري ما عندهمش الاوراق هنايا، ما تسرقوش المترو ولا الطوبيس ولا التران ولا، احسن حاجه خلص ولا قول شي واحد يقطع لك الورقه وتكون مرتاح. هذاك الشيء راه ريزيكو، يعني راه كتريسكي بصحاب الحال يجيو عندك. يلا الاخوان شكرا على التتبع والاشتراك، على الفيديو ديال اللي ما عاود على السرقه ديال هذا المترو هذا، راه جابها في راسو. هانا الباب تحل، اللهم بارك. يلا الاخوان شكرا على التتبع والاشتراك، ولا عجبو الاشتراك شكرا.